ripping out the banjos. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم نعمل قناة تيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن ديد بول وكيف تجيب سكين ديد بول من اول لاخر. في ناس لحد الان هلا حاليا ما بتعرف كيف تجيب سكين ديد بول او كيف تحصل سكين ديد بول، فانا هلا رح اشرح لكم كل شيء من اول للاخر لحتى انت تقدر تجيب سكين ديد بول. لانه احنا مثل ما بنعرف انه السكين رح يفتح يوم الجمعة، يعني بعد يومين. لحتى على هذا الشيء الدليل انك انت لما تفوت لعند غرفة الديد بول اللي هي موجودة بقائمة البطل باس بتلاقي انه في دويره حمراء على يوم الجمعه. فيوم الجمعه احنا اليوم الاربعاء ويوم الخميس صفيان هاد، ويوم الجمعه للدويره الحمراء بينزل تحديات الاسبوع السابع وبينزل معنا سكين ديد بول. واخيرا طال الانتظار يا ديد بول، اشتقنا لك يا ديد بول، شوقتنا كتير يا ديد بول عليك. اي صرعونا صرع بهالسكين ديد بول. فهلا احنا رح نشوف سكين ديد بول يوم الجمعه ان شاء الله. فانت لحتى تقدر تحصل سكين ديد بول عندك طرق كتير لازم تعملها اذا انت اول مره بتشوف هذا الفيديو وحابب تشوف تحديات ديد بول كلياتها. فبنصح الخبراء الصينيين انك تحط لايك كومنت على هذا الفيديو لحتى تقدر تساوي التحديات، ولو حطيت سبسكرايب فعل زر الجرس كمان هذا الخبراء الصينيين بيكونوا بيشكروك وبيسوا. فخلينا مع بعض نشوف التحديات. مثل ما بنعرف رح تفوت عند الكمبيوتر عند غرفه ديد بول هوم قائمه البطل باس، بتلاقي عندك هاي القائمه بتفتح. فاذا انت لو مو شاري البطل باس ما رح تفتح عندك هذا الشيء ولا رح تشوف هذا الشيء بامرك غير لتكون شاري البطل باس. فلما تشتري البطل باس بتفتح لك هاي القائمه بتفوت عليها، بيعطوك الاسبوع الاول. الاسبوع الاول اللي هو الفايند ديد بول ليتر تو ايبك جيمز، يعني ورقه ديد بول اللي هي بتلاقيها هون تحت اللي انا هلا دغري فتحت لكم اياها وشفتها. يعني التحديات سهله كثير بس بدك تركز شوي لتخلصها. وفي عندك كمان بنفس هذا التحدي انك انت بدك تنزل من الباص وما تشكر سائق الباص، هيك احنا بنكون خلصنا اول اسبوع واخذنا اللوجو الاسود الظاهر امامك. وبالاسبوع الثاني بقى في عندك يد فايند ديد بول ميلك كرتون، يعني بدك تلاقي الكرتونه الحليب الموجوده بالحمام اللي هي بتكون موجوده بهذا المكان فوق هون. هي الصوره تبع عرضت لكم اياها. ونفسه هذا الاسبوع الثاني في له تحدي ثاني يلي هي بدك الفايند ديد بول ثلاثة تشيماتشانجا اراوند اتش كيو، يعني بدك تلاقي ثلاثة تشيماتشانجا اللي هي الصندويشات المكسيكية محطوطين بارجاء المكان في البطل باس. وانا هلا رح ورجيكم ثلاث صور، هدول هن ثلاث اماكن خاصين بهدول كل شيء التشيماتشانجا اللي هن الصندويشات. فهذا هو التحدي الاسبوع الثاني بتربح من وراه سبري. اما الاسبوع الثالث بقى اللي عندكم ان هي بدك تلاقي تواليت بلانجر اللي هي عبارة عن مغطس الحمام. مغطس الحمام هذا بتلاقيه بغرفة السكين تي انتينا، بتلاقيه معلق بالحيط مثل مظاهر امامكم بالصورة. وبنفس هذا الاسبوع الثالث في تحدي تاني اللي هو بدك تكسر ثلاث حمامات. هدول ثلاث حمامات بتكونوا موجودين بكل البيوت باي جيم كان، بتنزل باي جيم بتروح على اي مكان في حمامات مثل سيلتي مثل بليزنت مثل ريتارو. بهدول الاماكن بتفوت على الحمام الموجود بالبيت وتكسر ثلاث حمامات وهيك انت بتكون خلصت التحدي الاسبوع الثالث كامل وبتربح سبراي قلب. اما بالنسبه للاسبوع الرابع، الاسبوع الرابع اللي هو كان احلى اسبوع بالنسبه لنا اللي هي الفايند ديد بول تو كاتانس، انك انت بدك تلاقي السيفين الخاصين بسكين ديد بول اللي هن اول سيف بيكون موجود عند غرفه مايا تبع تبديل الاواعي او تبديل سكين مايا وبتعمل له ستايل خاص فيه، والسيف الثاني بتلاقيه بالحمام الخاص بالديد بول اللي هو بيكون معلق على الازاز. هذا هو الكتانس وهيك انت بتكون خلصت اول تحدي. والتحدي الثالث تبع الاسبوع الرابع اللي هو بدك تعمل دمج 10,000 دمج بالمباني الاعداء، انك انت مجرد ما انك تنزل باي جيم كان اي مود كان تنزل تيم رامبل اي شيء، كل عليك انك انت تكسر مباني اعداء لحتى تحصل 10,000 دمج. ومثل ما بنعرف احنا انه الخشب 150 والحجر 200 والحديد 250، بدك تدمر قد ما بتقدر تدمر لتوصل ل 10,000 وهيك بيفتح معك الكتانس اللي هي كانت اروع باك بلينك شفتها بهذا السيزون حاليا، وهيك انت بتكون خلصت تحدي الاسبوع الرابع او كل التحديات تبع الاسبوع الرابع. اما بالنسبه للاسبوع الخامس هي انك اول شيء بدك تلاقي انت الدب المحشي او الكلب المحشي، خلينا نقول هيك يعني اللي هو ظاهر امامكم بالصوره. هذا بدك تروح تلاقيه بغرفه القط الشقي اللي هو المياو، بتفوت على الغرفه تبعه بتلاقيه مرمي تحت هيك على اليمين على الشمال، المهم بتكبس عليه بتاخده. هيك انت بتكون خلصت اول تحدي من الاسبوع الخامس. اما التحدي الثاني تبع الاسبوع الخامس اللي هو بدك تزور خمس سور ملونين اللي هن باللون الاحمر والاصفر والاخضر والازرق والنهد البارد. هدول هن الخمس سور. انا تحت رح اترك لكم روابط كل التحديات موجودين، لانه هذا التحدي صعب شوي، بدك تروح تزور كذا مكان بكذا مكان بالماب، فما رح اقدر اشرح وحكي. فانا تارك لكم تحت الروابط كلها، تفوتوا اي اسبوع نقص عليكم او ما عرفته فوت شوف شرحه تحت، وهيك انت بتكون بتحل التحديات بكل بساطه. وبالنسبه للاسبوع الخامس بيربحوك اللي هي الصوره الظاهره امامكم، هي الصوره اللي بيربحوك اياها بالنسبه للاسبوع الخامس. اما بالنسبه للاسبوع السادس، الاسبوع السادس اللي هلا احنا حاليا فيه بوقت تنزيل هذا الفيديو،
اللي هي بدك تلاقي البيك بلاك ماركر اللي هي عبارة عن ألم أسود تخطيط في الماستر عريض، هذا بتلاقيه كمان موجود بغرفة بروتوس أو سكن بروتوس. بتفوت بتلاقي هذا الألم بتاخده، هيك أنت بتكون خلصت أول تحدي من الأسبوع السادس. أو بالنسبة للأسبوع السادس فيه له تحدي تاني كمان، التحدي التاني تبعه اللي هو بدك تشخبط على 3 بوسترات الخاصين بالجوست أو الشادو اللي هن عبارة عن صور أو ملصقات موزعين بكافة أرجاء الماب. كل عليك أنك أنت بعد ما تاخد الألم الأسود وتروح تشخبط عليهم، ولو حابب تعرف أماكن هدول البوسترات أو أماكن هدول الصور معلقة بكافة أرجاء الماب، انزل لتحت على الديسكريبشن على الوصف بتلاقي الأسبوع السادس، فوت عليه وبتعرف وين بتلاقي هدول البوسترات. فهيك احنا بنكون شرحنا كل شيء تحديات وكل شيء عن سكين ديد بول بالنسبة للتحديات كاملة. فسكين ديد بول هلأ لح يفتح ان شاء الله يوم الجمعة بعد يومين بعد ما يخلص تصليح المي، مثل مظاهر امامكم بالصورة عم يصلح المي، لا مو فاضي. فيوم الجمعة رح نخلص تحديات الاسبوع السابع اللي هن معي. وبالنسبة للاسبوع السابع، اسبوع السابع ان شاء الله لح يفتح يوم الجمعة، انا يوم الجمعة لح نزلكم شرح تحديات الاسبوع السابع. بالنسبة لتحديات الأسبوع السابع هن المسربين ومعي، رح أحكي لكم عليهم بشكل سريع ومبسط. إنه الأسبوع السابع اللي هو عبارة عن إنك بدك تلاقي الاثنين بيصل أو اثنين فرد الزارين أمامكم بالصورة، مدري وين بيكونوا، بيكونوا موجودين بالبطل بس حاليا هم بهاي الغرفة أو بهذا المكان الزاهرين أمامكم، بأي مكان كان لحلاقيهم. كل علينا إنه نحن نلاقي هدول الفردين ونكون خلصنا أول تحدي من تحديات الأسبوع السابع. والأسبوع السابع آخر تحدي له لحتى يفتح معنا سكين ديد بول عظيم اللي شوقونا عليه كتير، نزلوا الستايل تاني بيقرف، ستايل تاني يعني أنا خربطت ما بعرف، بس أنا نزلوا الستايل تاني بيقرف. فهذا هو تحدي الأخير، تحدي الأخير بقى تبعه اللي هو بدك تروح تفوت على حمامات أو كبائن حمامات الزرق، وبدك تفوت على أماكن تغيير الملابس بالنسبة لجوست أو شادو اللي هي الكولبة الحمراء تبع التليفونات. وهيك انت بتخلص تحديات، ومبروك عليك السكين. انا ان شاء الله رح نزل لكم شرح مبسط او شرح مفصل كامل عن الاسبوع السابع يوم الجمعة. فعل زر الجرس وحط اشتراك للقناة لحتى تقدر انت يوصلك اول ما ينزل التحدي. ومثل ما قلنا لكم خبراء الصينيين بينصحوكم باللايك والكومنت، وبرعاية الله وشكرا لك.